في حدا هيك وحده مره كثير كانت مهضومه قالت لي برافو عليكي، نحن لازم نثبت وجودنا بكل المجالات، عرفت علي كيف؟ ايه فانا ضحكت يعني حسستني كاني انا صرت بالوزاره وانا يعني بالنهايه شوفيره. هلا اول ما بلشت انا كان كثير تفاجئوا الناس صراحه يعني، هلا لا يمكن انا تاقلمت اكثر، يمكن الناس تعودت تشوف ست عم بتسوق. بعد في ناس قليل يعني بتضايق يعني، بس وقف لحدا بقول نعم نعم، فكرني يمكن حي الله حدا وقف يسال على شي شارع او عنوان او اي سؤال بيكون هو ما انتبه انه انا هاي سيارتي سياره تاكسي. أنا فخورة أكيد، وهي شغلة بتعتبر بريفليج، مش الكل عنده الأفضلية إنه أهله يوصلوه كل يوم ويراجعوه، خاصة بأوضاع البنزين هلأ. فبحس إنه إيه أكيد إذا ماما ما كانت بتشتغل على التاكسي أو مثلا ما بتعرف تسوق أو ما بتسوق كتير أو شغلة غير، يمكن كنت اضطريت أتعذب أكتر بالنزلة وبالطلعة عشانها. وضع البلد حاليا كتير صعب، كتير 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 صعب، يعني عم بيكون صعب علينا نحنا وعم بيكون صعب على العالم. أنا يعني صعب علي أخذ قليل من الزبون، وبنفس الوقت صعب على الزبون يعطيني حقي كامل.